يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل دعاء الإنسان لنفسه أم طلب الدعاء من الغير؟ لا، الأفضل أنه يطلب، هو يدعو لنفسه، الأفضل أنه يدعو لنفسه، لأن الدعاء عبادة، كونه يعبد الله بالدعاء أحسن من أنه يتكل على غيره. أيضا يقول شيخ الإسلام طلب الدعاء من الغير فيه حاجة للمخلوق وفيه ذلة للمخلوق، استغن عن المخلوق وادعو الله أنت، توجه إلى الله أنت تدعو، هذا أولى وأحسن، هذا أولى وأحسن. لكن كون الرسول طلب من عمر أن يدعو له، هذا لأجل أن يشرف عمر بهذا، لأجل أن يشرف عمر بهذا، ولذلك فرح عمر بذلك، تشرف به. نعم.